طيب في مباراه الدار البيضاء كان فيه لاعب مهم جدا ومؤثر قوي في اداء الاهلي، البعض شاف انه ما خدش حقه، نجم الزمالك وائل الاباني حاول يديله حقه. محمد هاني ايجابي. نعلم ايجابي. قلت ايجابي ليه؟ لعيب كويس جدا، ليه دور كبير في النواحي الهجوميه والناحيه الدفاعيه. كان ظاهر في النادي الاهلي، فارق مع النادي الاهلي، مالي المكان ده بشكل كويس، باك رايت من احسن الباكات رايت على فكره في مصر. تمام، بيتطور اداؤه بشكل كبير، فلازم يكون ايجابي لانه كان بيتعرض لانتقادات فتره، يعني فتره كبيره. هل اداؤه اتطور في الفتره الاولانيه؟ وحتى في الفتره الاولانيه انا علقت عليه وقلت بالعكس ده لعيب كويس جدا ومستقبله كبير على فكره، من اول ما ظهر في اول ثلاث ماتشات، لانه كان باين عليه ان هو، بص اصل اللعيب ده مش اول ما يبدا هتلاقيه 100% سوبر، لا انت برضه بتاخدي حاجه عنده. الحاجه دي هتتطور ولا مش هتتطور، هو عنده ولا ما عندوش؟ لا محمد هاني عنده بصراحه، وهو فرق مع النادي الاهلي بشكل كبير. هو انا يا استاذ ابراهيم متفق مع الكابتن وائل، لان انا من اللعيبه اللي تدخل قناعتي من اول ما ابتدى، بس هو دلوقتي نضج. صحيح. لعيب كويس جدا، بس الناس عايزه اللعيب يبقى عنيف، وعايزاه يبقى حريف، وعايزاه يبقى سريع، وعايزاه يبقى بيهدف، وعايزاه يبقى بيقطع، وعايزاه. هاني عنده كل ده على فكره، بس بستايل شيك، يعني مش ضروري العنف يبقى انك انت مكشر خناقه، انما في تبقى شارب زي ما بيقول الكابتن طه اسماعيل، بدليل انك انت لما بتدخله يلعب سيرد باك بيلعب. ما هدي مش لو هو ما عندوش الحته الدفاعيه ما قدرش يلعب الحته دي. صحيح. هو لعيب عنده موهبه، لعيب من احسن الناس اللي في البوزيشن بتاعها في مصر. صحيح. ما كانش يعني بحكم ان هو لاعب صاعد يعتبر، لا يطمنك جدا، انت كنت بتدور على حد ودور على حد يكون موجود معاه. لكن كابتن محمد هاني انا موافق تماما على كل اللي قالوا عليه. طيب كابتن.